للأسف فرح، يعني رأينا اليوم هيك على خبر حزين، رحيل الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب يلي نعيتها من شوية نقابة الفنانين بسوريا. كل الرحمة اليوم للفنانة القديرة أنطوانيت نجيب يلي أثرت فينا كلياتنا. للأسف كنا بنعرف هي من فترة عم بتعاني من يعني من مرض، وكانت عم تخضع أسبوعيا لجلسة غسيل. كل الرحمة لها، وأكيد العزاء اليوم للوسط الفني ولكل محبينا وأهلها. أكيد لجمهورها الكبير كمان نيرمين، مسيرة كتير كبيرة من العطاء، وبكفي كمان قديش كانت هي إنسانة بكل معنى الكلمة، وقدي كان وجودها لطيف، وقدي كانت ضيفتنا على مدار سنوات بالأخبارية السورية. بنرجع نقول تعزينا الحارة للفنانة القدير، لأسرة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب. أكيد، بس بدنا نذكر بهي المعلومات أنه القديرة الراحلة أنطوانيت نجيب هي من مواليد عام 1930، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1973. ومثل ما ذكرتي فرح كتير من الأدوار اللي أثرت فينا كلياتنا، يمكن أكثر دور هو الفصول الأربعة بدور نعيمة، وأكيد غيرها من الأدوار الكتيرة. كل الرحمة لروحها. أكيد كتير صعب نرمين نبدأ صباحنا بخبر محزن مثل هذا الخبر، أما هلأ خلونا نروح لرزنامة الأيام ونشوف شو صار بمثل هاليوم من أحداث التقرير التالي. عبر الزمن شهد 17 آب على مجموعة من الأحداث شكلت بتتاليها حكايتها اليوم، خلونا نتابعها. بعام 1949 إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني. بعام 1988 مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم الطائرة. بعام 1993 لأول مرة بالتاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. ومن الشخصيات التي أبصرت النور في هذا التاريخ، بعام 1823 دانيال بليس مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأمريكية في بيروت وأول رئيس لها. بعام 1943 روبرت دينيرو ممثل ومخرج ومنتج أمريكي من أصول إيطالية. بعام 1960 شون بين ممثل أمريكي. بعام 1977 تيري هنري لاعب كرة قدم فرنسي. ومن الشخصيات التي غادرت الحياة بمثل هاليوم، بعام 1969 أوتو شترن عالم فيزيائي ألماني حصل على جائزة نوبل بالفيزياء. بعام 1943 فريدريخ الثاني ملك مملكة بروسيا. بعام 1850 خوسيه دي سان مارتين رئيس بيرو. ومثل كل يوم ايضا اخبار منوعه ومعلومات يمكن تكون جديده عم تسمعوها لاول مره بهل تعلم. هل تعلم بانه اشعه الشمس صباحا بتكون غنيه بالفيتامين يلي بيقوي الجسم، وخصوصا الفيتامين د يلي بيقوي العظام، في حين بتكون ضاره للغايه بفتره الظهيره؟ وهل تعلم بأنه تناول حبة برتقال واحدة بتكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟ وهل تعلم بأنه الترمس من الأطعمة يلي بتزيل الحموضة من المعدة؟ فالمصريون القدماء لجأوا إلى استخدام الترمس المطحون مع عسل النحل للتخلص من مشكلة حموضة المعدة. الشاي يعد مشروب محبب للكثيرين، لكن هل تعلم بأنه يعد من المشروبات الهامة يلي بتحتوي على نسبة كبيرة من الفلورايد المهمة لصحة الأسنان؟ أخيراً لكل محبي الملح الزائد بالطعام، هل تعلم بأنه يعد المسبب الرئيسي لمرض ترقق العظام؟ وأولى محطاتنا نيرمين رح نحكي فيه عن موضوع كتير مهم خاصة بالفترة الأخيرة. مثل ما منقول نيرمين، ضجت الدنيا بحادثة اختطاف الطفلة جوا من محافظة حمص. على مستوى الوطن العربي كان في ردات فعل كتير كبيرة وتعاطف مع الأهل، وبدورنا كمان نحن بنعزي الأهل. كيف ممكن لطفلة بريئة تموت بهي الطريقة؟ يمكن نيرمين الكتير بشعة بدون أي رحمة. فموضوع الخطف يمكن اللي نحن عم نسمع عنه ونشوفه
وبعض الحالات يمكن احنا ما بنسمع عنها، لكن هو منتشر ولأسباب متعددة. صحيح مثل ما قلتي فرح، الأسباب عم تكون متعددة وعم نشوفها عم تكتر بفترات معينة. أكيد مثل ما قلتي بالبداية بدنا نترحم على روح الطفل اللي جوا اسطنبول. في كتير من الحالات مو بس للأطفال، عم بيكونوا كمان للكبار بالعمر. بدنا نعرف إذا ممكن يعني لازم نقرأ مثل ما بيقولوا ناقوس الخطر، كيف ممكن احنا نتصرف بهي الحالات، وأكيد ضمن مساحتنا القانونية. أكيد رح نعرف ضمن مساحتنا القانونية شو هي عقوبة الخطف وكيف بتم إدانة الخاطف، وإمتى بنقول إنه فعلا الطفل مخطوف، شو هي الفترة المحددة لإعلان هي الحالة. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ المحامي علاء الحموي. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباحك وأهلا وسهلا فيك. رح نبدأ بالبداية من تعريف القانون السوري لجريمة الخطف، وشو المدة الزمنية يلي ممكن الشخص يختفي فيها ونقول إنه هون صار متعرض لحالة خطف؟ لا، أول شيء مثل ما بدأتوا حديثكم مترحم على روح الطفل البريئة جوا بنت محافظة حمص، اللي هي هلأ أشعلت الوطن العربي بقصة هي كانت مخفية عن بعض الناس، هي موضوع الخطف اللي هلأ بالآونة الأخيرة درج كتير بسبب الأزمة السورية. ولكن الخطف تعريفه هو سلوك غير مشروع يقوم به الجاني بهدف تحقيق أهداف وغايات يعني مخفية. يعني اليوم الخطف قد يكون مقابل منفعة مادية، قد يكون طلب فدية، قد يكون مقابل أصبح تجاري، أعضاء تجارة أعضاء البشر كمان درجة بالآونة الأخيرة منتشرة كتير، صارت طبعا على الحدود وبغض النظر وين، بس انتشرت تجارة أعضاء البشر، أو بهدف السأر والانتقام. كان ممكن تكون قصة جوا الله يرحمها، ممكن تكون سأر، ممكن تكون انتقام، لأنه طلب فدية ما كان وصلت لموضوع القتل. فيعني الناس صارت تصفي حساباتها بالضغط على الآخرين بموضوع خطف الناس. فهون أصبح هناك موضوع فعل مادي يقوم به الجاني، وهو إبعاد هذا المخطوف من أهله وزويه الذين لهم حق حمايته والدفاع عنه لنقله إلى مكان آخر دون إرادته. فلذلك المشرع السوري اليوم استفاض في البحث عن موضوع الخطف وموضوع الخاطف وكيفية عقوبته وتجريمه. هلأ لدينا المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 تحدث عن موضوع كل من خطف شخص يعني سلب حريته، سواء لتحقيق مأرب سياسي، سواء لتحقيق هدف انتقام أو ثأر أو منفعة مادية، أو حتى لمقابل لطلب فدي، يعاقب بالسجن المؤبد. طبعا العقوبة الشروع يعني كارتكاف جرم الخطف. يستفيد الشخص من عذر مخفف، طبعا دائما القانون يعطي عذر مخفف في حال تم تسليم المخطوف خلال 15 يوما من تاريخ صدور أي مرسوم بموضوع الخطف لزويه أو للجهات المختصة، ويبقى الحق العام موجود طبعا، لأنه هذه الجريمة لا تمس فقط الشخص عليه، تمس الوطن وتمس الفرد وتمس الأسرة كلها طبعا. هاي موضوع الخطف. دائما السؤال استاذ انه احنا امتى بنعلن انه الطفل غيابه عن منزله او غيابه عن الوسط الموجود فيه هو عباره عن خطف، ما نو ضياع او ما نو اي شيء؟ دي الفتره المحدده يلي نحن بنعترف فيها بمساله الخطف. هلا طبعا الموضوع ما فينا نقول هناك مده محدده للاختطاف، لدينا نسمع خلال 24 ساعه، خلال 24 او 48 ساعه. لا هلا في اشخاص، هلا نحن نركز على حادث الطفل، هناك اشخاص يعني حتى كبار راشدين بالغين، يعني مثلا شخص يقول اهله انا رايح مشوار عن صديقي ما بيرجع بيومين ثلاثة. هلا في شخص مثلا انا كنت اطلع من بيتي احيانا مثلا اقول لاهلي رايح مشوار ضل 3 4 ايام بس خبره، ففقد الاتصال. يعني في شخص ما بيطمن اهله، او الاهل بيستشعروا انه في شيء غير طبيعي بفقد هذا الشخص الابن او الطفلة، فببدا عملية البحث. يعني دائما موضوع مدة الاختطاف في اهتمام الاهل بالطفل او اهتمام الاهل بهذا الشخص المفقود. بس امتى عملية البحث الجدي من قبل الشرطة خلينا نقول؟ هلا دائما فينا نقول بس يستشعروا انه الشخص غاب لسبب غير منطقي، انه مثلا ما يلعب بالحارة اختفى على الانظار، او شخص ثاني يقول له والله في سيارة مثلا سودي، او سمعنا صراخ طفل، او سمعنا الناس كلها بتصير طبعا مو ضروري اهل الطفل، كل الناس تدور على اولادها، شفتي لي كذا، شفتي لي، شفتي لي، شفتي لي، بصير موضوع البحث. هلا كثير فيك تقولي يعني 48 ساعه 24 ساعه ممكن ساعه، في ناس 3 ايام. طفل جوا تم فورا البحث عنه، يعني خلال اقل من 24 ساعه تم موضوع بحث الامن الجنائي، موضوع الشرطه، الجهات المعنيه، الجهات الحكوميه للبحث عن موضوع طفل جوا، لانه كان في اكثر من حادث خطف طفل، منهم وجدوا كانوا ممكن نايمين بالسيارة، إذا سمعتوا في طفلة كمان نسيان نايمة بالباص، في طفلة يعني لعبت عند خالتها مخبرة أمها، يعني في أكثر من حادثة، بس ما في مدة محددة للاختطاف. بس لازم أي شخص بيستشعر غياب شخص بهمه بالعائلة لازم فورا يقدم بلاغ. نحن دائما يعني موضوع الخطف بندور أول شيء بين الجوار، الجوار بعدين نلجأ للمشافي، لدوائر الشرطة، بعدين نبدأ موضوع تقديم الضبط أمام الأمن الجنائي للبحث عنه أو القسم الشرطة المختص للبحث عن المخطوف. خلينا نعرف منك أستاذة علاء، اليوم كيف القانون السوري
يعني جرم عقوبة الخطف؟ بيختلف اليوم خطف طفل عن خطف مثلا امرأة عن خطف رجل، أيضا بيختلف أنه حسب الأذية اللي بيتعرض لها. في أشخاص ممكن للأسف يرجعوا يصير معهم تعنيف هناك جسدي، في ممكن يتعرضوا لاعتداء جسدي، وفي منهم للأسف مثل جوا يعني صارت مو بس خطف، هي صارت جريمة قتل أيضا. كيف اليوم القانون السوري عم يتعامل مع هي الجريمة؟ نرجع نقول استفاض القانون السوري واعتبره من أبشع الجرائم ومن أخطرها انتهاك لحقوق حرية الإنسان. طبعا الجريمة تؤدي، جريمة الخطف تؤدي إلى عقوبة الإعدام في حال بثلاث يعني في ثلاث أسباب. إذا أفضت هذا الخطف إلى القتل كما في حادثة الله يرحمه الطفل جوا، أو إلى عاهة دائمة بالمجني عليه، أو اعتداء جنسي. دائما هاي الحالات الثالثه تؤدي الى عقوبه الاعدام. الفقره الثانيه مرسوم تشريع رقم 20 لعام 2013. يعني هذول الحالتين الثانيين بيؤدوا للاعدام طبعا، بس عاهه دائمه طبعا يعتبر شخص عاهه دائمه اعدام، والاعتداء الجنسي الاعتداء الجنسي اعدام بنص واضح بالمرسوم التشريعي رقم 20 عام 2000. هذا جرم الخاطف وردع الناس موضوع الخطف لكي لا يؤدي الى القتل. هلا الطلب الفدي دائما في ناس بتصالح، في ناس بتصير مفاوضات لاطلاق سراح مثلا مخطوف مقابل مبلغ من المال، في ناس ما بتدخل الجهات المعنيه ولا الجهات المختصه، بصير تفاوض بالتليفونات اتصالات. بس لازم دائما نحن نقول لحمايه وحفظ حق الاهل لازم يكون دائما في معروض، في ضبط شرطه، في اتصال مع الجهات المعنيه لتوسيع نطاق البحث ومعرفته. هلا انت قلتي بيختلف موضوع يعني الخطف لطفل لقاصر لفتاة كبيرة. الموضوع الخطف مو بس موضوع خطف بقصد طلب الفدية. هلا في عنا حالات خطف بتكون خطف طفل بسبب الولاية، يعني حادث طلاق بين زوج وزوجة، طلعت إراءة أو طلعت مثلا الحكم لصالح الزوجة بأخذ الطفل كونه قاصر. أحيانا الوالي بيقوم بخطف الطفل. هون ما فينا نقول إنه هي حادثة إنه خطف جناي ومنشددها، لا، القانون جرمه بين 3 شهور للسنتين قبل صدور الحكم. بعد صدور الحكم بيختلف. يعني كمان في عنا حادثة المادة 481 من قانون العقوبات السوري ذكرت أنه كل من قام بخطف أو إبعاد قاصر عن من له الولاية والحراس عليه يعاقب بالحبس من شهرين، من 3 شهور أو 6 شهور لسنتين. يعني حدد المشرع هاي حالة من حالات خطف. هلأ في عالم بتخطف بقصد الفجور، بقصد الفجور، يعني في ناس تخطف أو بقصد الزواج، يعني مثلا قصد الزواج يختلف عن الفجور. بقصد الزواج يقوم بالخداع شخص، هلا كثير دارجه حادثه انه بيلعب بعقل الفتاه، بيقول لها انه انا خلص بدي اتزوجك، بنروح انا وياك بالي اهلك وبنتزوج بعد 72 ساعه. بيفرض القانون فرض انه بعد 72 ساعه بتاخذ حكم الزواج، لا الحكي غلط. القانون السوري بالماده 500 كل من خطف بالخداع او العنف فتاه او امراه بقصد الزواج عوقب بالسجن 9 سنوات. حتى لو كانت بالغه فوق، حتى لو كانت بالغه طبعا. هلا نحن قلنا يعني بيصير بالارادة او دون ارادة، اما اذا كان دون اراده بيكون القاصر تحت ال 15. دائما بتصير انه القاصر تحت ال 15 سنه بيصير اغواء او اللعب بمشاعر الموضوع انه انا خلص بنروح مثلا بضيعه هون بضيعه هون، بعدين بعد فتره بنتزوج وخلص شو بدك باهلي. هي حادث خطف حتى لو كانت بارادته، لانه قاصر لم تتم ال 15 في الحكومه الحكم قد يصل الى 21 سنه. برجع بقول لي حقوقه الاعدام حددها المشرع السوري بحالات كما قلنا ادت الى وفاه، ادت الى عاهه دائمه، او ادت الى اعتداء جنسي على المجني عليها. هي تجريم القانون السوري. طبعا تحدث في اكثر من ماده، من 500 تحدث عن موضوع الزواج كما قلنا، خطف بالخداع والعنف. طبعا هي موضوع الخطف له ركنين، الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي هو السلوك الاجرامي بخطف ابعاد شخص من مكان لاخر، يعني الخطف مو ضروري يتم بوسط اسره، قد يتم بالطريق العام بالمدرسه. برجع بقول لك موضوع يعني معرفه انه شخص مخطوف لازم يعني الواحد يبحث او يدور. مثلا نحن بنعتمد على كاميرات المراقبه، كثير اشخاص بتكون مثلا حاطه كاميرا مراقبه بيشوفوا سياره سودي صفت يمين الطريق، بعد ما بيستشعروا انه في حدا مختفي بيقولوا انه في سياره سودي صفت وخطفت شخص طفل كبير صغير. بتصير ممكن يصير بلاغ يعني تفاوض، او شخص بيبعث رساله لاهل المخطوف انه بدنا فدي. وصارت الموضوع في شخص اسمه طفل فواز بدرعا كمان طلبوا فدي وحرروا طلب فدي تم تعرض لاذى جسدي ولا طبعا تعنيف. قالوا هو طبعا صار تعرض تعنيف. هلا هون في حق، عم برجع بقول لك قد ما صار تصالح او تفاوض او اطلاق سراح المخطوف هناك حق الدولي طبعاً. لانه لا تشمل فقط، يعني المشرع السوري احترم حريه التنقل، احترم حريه التجوال، انك تمارس عملك بحريه بين كل المحافظات وبين كل الطرق. فهون ما فيك حريه الفرد تفوق سلطه القانون، يعني ما فيك انت تتنازل عن حريتك بالتنقل انه والله واحد خطفك وافرج عنك تقول لا انا مسامحك، لا، هون في حق الدولي، وهون النيابه العامه هي بتجرم وبتبحث
لتمنع تفشي هيك ظاهري. هون بدنا نسألك أستاذ، اليوم لما بنحكي عن التصالح يعني كثير من أهالي المخطوفين مثل ما شفنا كمان بأهل الطفلة جوا أعلنوا أنه هنا متنازلين عن حقهم مقابل أنه ترجع الطفلة لعند أهلها. التصالح بتصالح بهذا الموضوع أدي بيفرق من لما بترجع بيرجع الشخص المخطوف لأهله بحالة سالم مثل ما منقول، أو حتى لما بيرجع بأي ضرر لحق فيه، سواء ضرر جسدي أو ضرر معنوي مثل نحن ما منقول، أو حتى رجع بدون أي ضرر وأخذ المخطوف المبلغ المادي أو الفدية اللي هو طالبة. قدي مدة الحكم ممكن تختلف من حالة لتانية؟ هلأ طبعا بتختلف، بياخذ الشخص عزلة مخفف في حال إطلاق سراح المخطوف خلال فترة كمان 48 ساعة، إما تسليمه لأهله أو تسليمه لجهة أمنية، يعني جهة مختصة اللي هي سلك شرطة أو ممكن يكون محكمة أو ممكن يكون حسب لوين وصلت موضوع الخطف، هل هناك معروض، هل هناك ادعاء، هل هناك ضبط شرطة. ولكن موضوع تصالح أو يعني ما فينا نقول لهفة قلب الأهل مستعدين يسامحوا الكل مقابل يرجع الطفل تماما. فكيف بنت عمرها 3 سنين؟ فإجبار الأهل راح يطلقوا على مواقع التواصل أو على أي شبكة أو أي موضوع بس ليوصلوا لبنتهم يعرفوا وين يطمنوا عنها. ولكن الدولة بهيك موضوع ما فيها يعني تقبل بسقوط الادعاء الشخصي أمام حق الدولة في منع تفشي هذه الظاهرة. يعني ما فينا نقول كل ما شخص مثلا خطف شخص ورجعه ولا خلص ضاع حق الدولة، لا، حق الدولة موجود وهو الحق العام اللي تتميز فيه الحكومة، يعني الدولة السورية والحكومة السورية بقوانين صارمة وقوية موضوع عدم انتهاك حرية الشخص بالتنقل والحرية الحركة وحرية قيامه بعمله وحرياته. فلذلك أنا أعتقد أن موضوع التصالح أصبح يعني المهم يقولوا تطلق سراح المخطوف، ولكن هناك حق الدولة محفوظ ويجب أخذه من الجاني لمنعه من ارتكاب جرم مرة ثانية، لأنه تنتشر ظاهرة الجريمة وهلا انتشرت. يعني ما فينا نقول الخطف هلا بالازمه السوريه بتصيب بلدنا الحبيب، المشكله صار الخطف مو شخص، عم تصير حوادث خطف بالجمله. يعني كما لاحظتوا هناك مناطق ساخنه، هناك موظفين، هناك اشخاص ما ينتقلوا من مكان لاخر، يعني شخص عمله بادلب مكان وظيفته بحماه. هذا بدنا اسالك يا استاذ، اليوم كمان خلال الحرب السوريه مثل ما ذكرت كان في كثير حالات خطف لموظفين حكوميين، صح. يعني كانت بس مجرد هي الصفه هي تهمه بالنسبه لهم، وايضا لعسكريين. اليوم صح. القانون ضعف العقوبة تجاه خطف هؤلاء الأشخاص ولا تعامل معهم كتحت بند الخطف العادي الموجود؟ هلا هو موضوع الخطف في تجديد وفي تخفيف، قلنا العزل المخفف يستفيد منه بحالات معينة. هلا وقت نقول موظف حكومي أو يعني موظف حكومي هناك قانون بموضوع هنا، يعني بنحكي عن من تغيب 15 يوم عن دوامه يعتبر بحكم المستقيل، يعني لازم أن يكون غياب الشخص مبرر. في عالم مو ضروري خطف، في عالم متغادر برا البلد، في عالم عم تطلع ب يعني هي مبدا وظيفتها. موضوع الخطف لازم يكون ضبط شرطه، الموظف لازم يخاطب جهته او اهله يخاطبوا انه هالشخص غادر مثلا دوامه بحما وهو يقيم في ادلب، غادر مثلا ابننا لادلب بتاريخ كذا وصل له 10 ايام ما سمع عنه خبر، 15 يوم لازم يخاطب الجهات المعنيه انه هذا الشخص انفقد. طبعا الدوله هون لازم يعني حط الدوله تحت خبره انه في حادث خطف او حادث غياب غير مبرره، لانه يعني بدك تحط مشان تبرير غيابه وعدم اعتباره حكم مستقيل. هون بدنا نميز يعني في شيء اسمه مفقود، في شيء اسمه غائب، في شيء اسمه مخطوف. لان نحن لو وقت بنبرر هذا الغياب وبنحدد انه هو مخطوف اخرجناه من صيغه المفقود او الغائب، لانه المفقود لحوال شخصيه عرفيته بشيء انه هو شخص لم يعلم مكان وجوده او تواجده، اذا حي او ميت. كالغائب يعني غائب غاب سنه، ممكن يكون سجن، ممكن يكون غياب سفر تمام. ففرق عن المخطوف، المخطوف لازم خلال اقل شيء 10 يعني اعتبري 10 يعني 15 يوم لازم يبرر انه هو غير موجود، اهله وظيفتهم يبرروا او يقدموا ضبط شرطه للجهات المعنيه انه هو غير موجود للبحث عنه، وبالتالي تبرير غيابه في وظيفته. لانه الموظف الحكومي مثل ما بيقولوا وضعه اصعب، وخصوصا كمان العسكريين، لانه بتعرفي يعني عقوباتهم صعبه جدا. موضوع ممكن اذا انخطف شخص وما اعلنوا عنه يعني يتهموه بالفرار او يتهموه بالخيانه لا سمح الله. طبعا هناك اشخاص فعلا انخطفت مبيت، انخطف نسمع عن طريق مثلا طرق كثيره بالمناطق الساخنه. لذلك يجب تبرير الغياب او الخطف لعدم وقوعه بفخ الحكم المستقيل او بفخ الفرار لا سمح الله العسكري او الخيانه. فلذلك نحن دائما نقول لازم تقديم طلب للجهات المعنيه بتبرير هذا الغياب. لذلك انا بعتقد انه افضل شيء هو مخاطبه ضبط قسم الشرطه او الجهات المعنيه انه هالشخص غايب. هلا رئاسة مجلس الوزراء دائما ما تبعت عم تطالع دائما يعني للجهات المعنيه او الموظفين للادارات موضوع انه برروا لنا غياب هدول الاشخاص، يعني انه مثلا وظيفتهم بالرقه او بادلب او بدير الزور او كذا شو وضعه. فهون وظيفه المدير انه يقول لهم انه هدول الاشخاص غادروا لعم مثلا لبلدهم وما رجعوا،
بتواصلوا مع زوين بيقولوا مخطوفين، بيقولوا مفقودين، مهاجروا برا البلد. فبرجع بقول لك مخاطبه الجهات المعنيه وضعها بصوره الموقف لتبرير حاله الخطف والغياب. خلينا نضوي كمان على نقطه كثير مهمه. لما بنشوف بعض الحالات للاسف في ادعاء بالخطف، سواء بنكون عم نشوف اشخاص يمكن مراهقين بيدعوا انه هن تم خطفهم، والاهل فعلا بيكونوا هن مصدقين انه في حاله اختطاف تعرض الى اولادهم، وبيتم استنفار الجهات المعنيه والبحث في حال التاكد من انه الادعاء كاذب. مثل ما بنقول، كيف بيتم التعامل مع هي المواقف؟ هلا طبعا بنرجع بنقول هذا موضوع صار اصبحنا موضوع حسب جهه تقديم الادعاء، قسم شرطة أو مثلا معروض أو عن طريق صفحات تواصل. هون إذا كان يعني في أشخاص هلا مكتبوا على التواصل الاجتماعي مثلا شخص مفقود كذا، هو ادعاء كاذب. هون نرجع لموضوع الجريمة الإلكترونية، موضوع يعني البحث عن موضوع مين اللي كاتب هي هذا البيان الكاذب. الشرطة وظيفتها تبحث موضوع الخطف، ليس موضوع أنه والله بس أنه شخص فقط 3 أيام هو مخطوف، لا، تتأكد من هل هناك برقيات تهديد، هل هناك علاقات سأر أو علاقات انتقام، أو موضوع مثلا أهل علاقاتهم مع الوسط المحيط به. يعني بنتأكد دائما إحنا بدنا نقول مو أي شخص فقد يومين ثلاثة أو قدم ادعاء أنه خطف ومخطوف. يعني ارجع بقول لك شفت الطفلة في منا مثلا نايمة بالباص، ظلت يوم كامل ما حدا، زلمة سائق الباص مو شايفها، نايمة سالتي تحت المقعد نايمة. فممكن يصير ادعاء الأهل، قدموا ادعاء واستنفروا الجهات المعنية، بس تبين بعدين انه هذا موضوع مو خطف، موضوع سوء تفاهم مثل ما بيقولوا، طفلة تعبانة نامت. كمان بتصير حوادث الخطف مثلا مثل ما قلتي بين الأقارب، مزح كثير سمعنا بيصير انه مثلا شخص خطف او خبى رفيقه عنده، او المزح شو ثقيل، ايه مزح ثقيل، ولك القانون السوري عم يعاقب يعني هذا الادعاء الكاذب، لانه انت وقت تستنفر جهات حكومية للبحث عن شخص تبين بعدين انه هو عباره عن مسحه او لعبه، ما بيصير. يعني هذا موضوع غير خاضع للنقاش، له عقوبه، قد تكون ان هي عقوبه جنحيطه مرعو الجنائيه الوصف، بس يبين مهم يرجع المخطوف بالنهايه، بعدين بنحاسب الموضوع اذا كان موضوع تسلي او موضوع حقيقي وفعلا في جهه خاطفه وقدمت طلبه فدي او قدمت او في انتقام او في تصفيه حسابات. موضوع الخطف موضوع متشعب، برجع بقول لك المشرع السوري استفاض فيه، بحث عنه باكثر من مرسوم. يعني مو بس عندنا المرسوم رقم 20، عندنا مرسوم رقم 21 لعام 2012 اللي حكى عن موضوع طلب الفدي واستفاض فيه كثير. فموضوع الخطف يعني فعلا جريمه اثبتت خطورتها وقت توصل لقتل، ويجب محاسبه والقصاص من هؤلاء الاشخاص بالاعدام. يعني انا بتوقع يجب شخص قتل هيك طفله يجب اعدامه بساحه الزهراء. هذا اللي بدي اسالك اياه. يعني نحن بالوضع عم نقول نحن بظروف ما صحيه مجتمعيه نتيجه اثار الحرب، و دور القانون نحن بنعرف هو لحفظ الحقوق وتاديبه. كيف ممكن اليوم تشديد هي العقوبه واعلانها يعني بطريقه غير مسبوقه، ممكن اليوم يخفف من هي الجرائم برايك؟ مثل حادثه الطفله جوا اللي ذكرتها، انه كثير ناس طالبت انه اعدام الجانب بالساحه العامه، ولكن طلع راي قانوني انه لا، هلا الجماهير منفعله ونحن بدنا نلتزم بالقانون. انت اليوم كحدا ايضا قانوني طبعا، شو رايك بالموضوع؟ هلا انا كرجل قانون بالقانون، القانون جرم هذا الفعل واعطى حكم بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية بالإعدام. فهوني ما في جماهير من فعلي، في حادثة حقيقية حدثت، طفل أزهقت روح يعني روحها بسبب لازم لها فيه. يعني ممكن بغض النظر إذا هلأ التحقيقات ماشي، ممكن يظهر ممكن يكون ما بنعرف إذا موضوع خلافات عائلية، ممكن يكون خلافات شخصية، ممكن خلافات أصدقاء، ما بنعرف إذا الموضوع، ولكن يجب إعدام. يعني أنا كرجل قانون أنا أطالب فعلا بالقصاص منه بالساحات العامة فعلا لردع هؤلاء الأشخاص عن ارتكاب هذه الجرائم. يعني حرام طفل 3 سنوات ما لازم، حتى لو كان شو ما كان، أنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي، يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا، أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع أنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات وساحة حمص حصنا ساحة الزهراء، وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن متين مكان، أنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي، يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا، أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع أنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصرا، أنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن متين مكان، أنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي، يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا، أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع أنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات
اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. طبعا أنا ابن مدينة مكان إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة ابن مدينة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة ابن مدينة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن أو حي هذه الطفلة. إنك توصل لحال قتلة بالرأس أو نزيف داخلي يعني طبعا أنا مع إعدامه شنقا أو طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضية رأي عام. أنا أتوقع إنه يجب صدور حكم الإعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحة ابن مدينة سبب غير منطقي حمص حصنا سبق إنه مثلا ساحة الزهراء وهو موطن
او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله. ان توصل لحال قتلى بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا
او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله مكان انك توصل لحال قتله بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله مكان انك توصل لحال قتله بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله مكان انك توصل لحال قتله بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله مكان انك توصل لحال قتله بالراس او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين سبب غير منطق حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحال غير منطق حال قتله بالراس حمص حصن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين
انك توصل لحبه بغير منطق. حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينة. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينة. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبق وساحه قبل المدينه. انك توصل لحبه بغير منطق حال قتله بالراس حمص حسن سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن
او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن متين انك توصل لحب غير منطقي حال قتله بالراس حمص حسن صدق انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا
او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي عام. انا اتوقع انه يجب صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا او طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي بصدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا انا مع اعدامه شنقا انا اتوقع انه او يجب طبعا انا طبعا هي بدها موافقات وبدها يعني باعتبارها صارت قضيه راي صدور حكم الاعدام بحق قاتل هذه البنت والقصاص منه بساحات اللي سبب وساحه ابن المدينه، انك توصل لحبه بغير منطق حال قتل بالراس حمص حصنا سقي انه مثلا ساحه الزهراء وهو موطن او حي هذه الطفله او نزيف داخلي يعني طبعا